أجمل لحظات اللي عشتها هي من كانوا معايا الشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذاك واحد الـ هذاك واحد الـ واحد الـ واحد الوقت اللي كان في شكل ما عادش تقدر تفسره، لأن كان تلقائي، وكذلك أنا فرحت بالحضور ديالهم لأن جاو من بعيد باش يحضروا السهرة ديالي، وهذا شيء اللي ماشي سهل، يعني أن إنسان عنده إعاقة وعنده ظروف صعبة اللي ما سمحتلوش باش يجي، أنه استطاع أنه يجي حتى الرباط ويحضر السهرة ديالي في موازين، فهذا كان شرف لي. أقل حاجة نقدر نديرها لهاد الشابين هو أنني نكبر بهم وأنني نكرمهم فوق الخشبة، لأن ما تنساش الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة راه حصل على البكالوريا وحصل على نتيجة، فهاد العقول وهاد الطاقة الشبابية مهمة بالنسبة لنا في بلادنا، وهادو هما اللي خصنا نفتخروا بهم، هادو هما اللي خصنا نديرهم نحطوهم في الواجهة، وهادو هما اللي خصنا نكرموهم.